ما مشكلة إن شاء الله سهلة. شكرا دكتور. شبابنا أظهرت عندكم المحاضرة قدامكم. اي نعم دكتور. أوكي، طبعا العفو دكتور، تسمح لي؟ عيني، قول عيني. دكتور بس يعني إذا بيها مجال ممكن آخذ محاضرة مثلا من المسائي، يعني هسه الكهرباء بصراحة ماكو، واليو بي اس حتى راح يخلص شهر. ما مشكلة عزيزي، ما مشكلة. زين دكتور، بس يعني بإيش الساعة محاضرتهم؟ المساء 3:30 باكر إن شاء الله. باكر؟ أي نعم، 3:30؟ أي نعم. ماشي أنا إن شاء الله. راح أسجل المحاضرة إن شاء الله، اللي يحتاج يقدر يرجع لها إن شاء الله. تمام دكتور، أنا هسه أوكي، راح أحاول بالكذا أقدر أكمل، وإذا ما كملت يعني على على التسجيل إن راحتك شاء الله نحضرها. إن شاء الله. شكرا جزيلا. شباب، بس بالنسبة لي يعني هسه واحد يسأل يقول شنو علاقة الـ Properties of Material والأسبوع الجاي ناخذ Classification of Materials وStandards وQuality Control. صراحة إحنا هاي الأمور المفروض يعني الطالب ما أخذها يعني بالمراحل اللي فاتت، يعني أول ثاني ثالث. لكن يعني اتفاجأ مثلا من اوصل صف رابع واذا الطالب يعني الخواص البرنسبل المفروض يعرفها، اتفاجأ انه يعني النسبه الاكبر ما تعرفها. هاي الخواص وين راح نحتاجها؟ راح نحتاجها من نبدي ندخل بالمحاضره الخامسه ان شاء الله بالاش بي شارت، واللي هو تقريبا يعني لب الاختيار كله، يعني هو اختيار كورسين يعتمد على الاش بي شارت. فانت اذا كنت ضعيف بالبروبرتيز او ما تعرف شنو البروبرتيز ما راح تقدر تحل لك اي سؤال رياضي، فحيصير عندك فد مشكله. فلذلك هاي المحاضره هي عباره عن مراجعه لفد شيء انت ما اخذه سابقا، جزء من عنده قد يكون مار عليك، جزء من عنده قد يكون يعني يعني مر عليك لاول مره. فنسوي فد يعني مراجعه سريعه للبروبرتيز اوف ماتيريالز. طبعا احنا من نحتاج يعني نختار اي ماده، يعني الموضوع هي مو بالبساطه اللي تتصورها، الموضوع فد شيء جدا واسع، متغيراته هوايه. بالتالي نحتاج احنا نسميه جود جراسب، يعني فد فهم جيد لطبيعه المواد، طبيعه الخواص شلون تتغير، يعني شلون اني اقدر مثلا اصعد الصلاده، شلون اقدر ازيد التفنس واقلل دكتيلتي، ازيد يعني فراكتشر تفنس وهكذا. هذا التحكم بالخواص هذا فد شيء مهم اني لازم يعني يكون معلوم بالنسبه لي. العوامل اللي تاثر عندي اني كفاكتورز افكتنج السلكتيف ماتيريال، اكو عوامل تتعلق بالمانيفاكتشرنج بروسيس او بالوظيفه بالفانكشن او بالكوست او بالاوبريشن. ناو الامور اللي تتعلق بالمانوفاكتشرنج، يعني الامور مثلا يعني البلاستيسيتي، مالابيلتي، دكتيلتي، وردبيلتي الى اخره، هاي امور يعني دايركت تتاثر بطريقه التصنيع. يعني انا اليوم مثلا اصنع ماتيريال بطريقه السباكه تختلف عما اصنع ماتيريال بطريقه الفورجينج، كل وحده تنطيني شكل. ايضا عندي امور تتعلق بالفانكشن بالوظيفه، اعتقد ما القسم كان نايم هسه قاعد المسؤول عن الجروب، ما ادري كل ساعه يجيني. اوكي، الفانكشنال ريكوايرمنت الامور تتعلق بالوظيفه اللي تاثر على الوظيفه مثل السترينث، الصلادة، تافنس، فتيج، كريب إلى آخره، وهاي راح نجيها بالتفصيل. أمور تتعلق بالكلفة، اعتبارات الكلفة مثل كلفة المادة الخام، كلفة معالجتها، أمور تتعلق بالخزن، بالتاكسز، كضرائب إلى آخره. وأمور تتعلق بالأوبريشن باراميترز، يعني تتأثر بشكل مباشر بالاوبريشن مثل البريشر الضغط، اعيد بريشر وليس بريشر، يعني هذا هو لحد على مستوى دكاتره يلفظها بالاج وهي اش بريشر ضغط، بريشر والتمبريتشر. ايضا عندي
الانفايرمنت او الوذرينج الى اخره. هاي امور لها علاقه بشكل مباشر بالاوبريشن بارامترز. ناو كمتطلبات، يعني انا من اجي ادرس مو فقط يعني موضوع الخاصيه الميكانيكيه، هي تكون يعني انا قد يعني اتوقع لاول وهله انه انا بس مجرد اذا يعني اختاريت على اساس مثلا الخاصيه الميكانيكيه مثل الامباكت سترينث، التنسال سترينث، الهاردنس، فانا اختاريت اني هذا الشيء الملائم وخلص الموضوع. لا، الموضوع هو اوسع من شيء. الموضوع له علاقه بامور مثل الراديوغرافي، مثل السيرفس تريتمنت بعض الاحيان. الراديوغرافي اني اقصد به الفحص الشعاعي. بعض الاحيان انت تختار لك في الجزء او تصنع جزء، واذا تكتشف انت من تسوي له اكس راي راديوغرافي يعني فحص للعيوب، واذا تلقى لك الداخل مال المنتج هو مليان عيوب، بالتالي هذا اثناء الخدمه راح يصير عندك فشل يعني بانواع مختلفه، وجزء من هذا قد يكون بالفتيك. ايضا موضوع السيرفس تريتمنت هذا فشيء مهم اني بالنسبه لي يعني لازم اني اخليه ببالي بنظر الاعتبار. السنوات الاخيره بدا التوجه نحو البوليمريك ماتيريالز، يعني اذا تجي نشوف يعني بصناعه حتى السيارات، يعني بصناعه هوايه تفاصيل مثل ما راح نجي نشوفها. الخواص المواد البوليمريه يعني رغم انه هي مقارنه بالمعادن هي اقل سترينث، اقل ستيفنس، اقل مقاومه لدرجه الحراره، ما تتحمل حراره عاليه، لكن بها ميزه انه هي تقاوم التاكل، وبنفس الوقت الوير يكون بها يعني مينيمايز. على سبيل المثال من نجي نباوع السمول جير ويل اللي هي مثلا الدشالي اللي موجوده بالساعات، واللي هي غالبيتها بالساعات الحديثه مصنعه من النايلون او التفلون اللي هي مواد بوليمريه، اللي هي يعني ما تحتاج الى تزييت. الدشالي شايفيها الساعي واحد مثلا مفسخ ساعه راح يشوف الدشالي مالتها. الساعات القديمة مثلا أو الماركات ترى تلقاها عبارة عن سبائك مثلا ستانلس ستيل أو تيتانيوم، واللي هي تحتاج إلى تنظيف وتزييت بين فترة وفترة، في حين الساعات التشيب يعني بمعظمها أو حتى على مستوى مثلا المرايا الجانبية هاي التنسد، على مستوى حتى مخارط هسه بالجديد يعني تورنات، هي مصنعة من التفلون. بالتالي البوليمرز بيميزه انه البرودكت الوير برودكت او يعني البقايا مالته مال يعني الرواسب نتيجه الاحتكاك هذا هي تعمل كمزيت، فبالتالي البوليمرز هو البرودكت مالته الناتج من الاحتكاك او من البلا هو يعمل كمزيت فما يحتاج الى تزييت. يعني هذا واحد من الادفانتج لي هيجي تطبيقات. أو إذا نجي إلى الخواص الميكانيكية in general مثل التنسال سترينث، الهاردنس، الدكتوريتي، هذا عندي في شيء مهم وراح نركز به إحنا ب يعني بالاش بي شارت بالدرجة الأساس، وشغلنا راح يكون عليه مركز أكثر من بقية الخواص. طبعا التنسار سترينث مثل ما تعرفون هي مقاومة المادة لأحمال الشد، وعادة أني عندي اليلد سترينث هو الأهم بموضوع الديزاين والماتيريال سيلكشن، ووحداته أيضا بالميجا باسكال. طبعا هذا راح ينزل لكم بشكل هومورك بشكل فقرات، راح يعني ننزلكم إياه يعني باكر إن شاء الله بعد ما نمت المحاضرة المسائي، راح ننزل الهوم وركات، والهوم وركات طبعا هذا تقييمكم حيكون عليه الأساس حيكون على الهوم ورك. الهاردنس هي مقاومة المادة للإندنتيشن يعني للخدش أو الحاك أو البلا، وعادة موضوع عندك اللوينج تكنيك يعني عناصر السبك والمعاملات الحرارية تزيد من الصلادة.
أحد يعرف شلون الصلادة تزيد إذا أضيف لها يعني مثلا معدن، أضيف له عناصر سبك أو أسوي له معاملة حرارية، شنو الآلية اللي بيصير بيها يعني زيادة الصلادة؟ شلون تزيد الصلادة دكتور، وبأي أكل؟ بالترسيب. نعم بالترسيب تمام، هاي واحدة من النقاط. تمام، بعد ها شباب، يعني الفكرة الأساسية هو صح أني عندي بالترسيب أو يعني بالتشتيت أو بالتعتيق أو whatever، الفكرة الأساسية أني عندي وخصوصا بالمتغلز هي أسوي أني embedding، يعني أسوي إعاقة لحركة الانخلاعات، بالتالي حتصير هاي الإعاقة هي زيادة بالصلادة ومقاومة الشد. أوكي، هنا أنا عندي أني appendix، هنا قايل لك وحدات بالكيلوغرام على المتر تقريب. What hardness type are used for polymer and ceramic؟ نعم، هسه أرجع وياكم إلى الأبندكس، الهاردنس أبندكس. طلاب هذا الهاردنس أبندكس أني أريد منكم التالي، هذا هو مو كله أنت مطلوب منك، أكو فد أمور معينة أني أريدها من عندك بهذا الأبندكس. دائما الأبندكس إذا أنتم معروف مار عليكم موضوع أبندكس، شنو يعني كلمة أبندكس؟ أبندكس يعني ملحق، وغالبا يعني من اقول ملحق هو يكون اقل اهميه من المحاضره الرئيسيه، لكن نحتاج احنا بامور توضيحيه، واكو بعض الامور يعني هي مطلوبه من عندك. فيما يتعلق بهذا الابيندكس، انا اريد من عندك بشكل اساسي اريدك تعرف كل نوع ماتيريال باي طريقه يقاس، ماشي؟ هذا الشيء الاساسي مطلوب منك من هذا الابيندكس. أنا جزء من عندهم أشر عليهم، وجزء آخر أني يعني دا أحكي بالمحاضرة. طبعا هنا أنا عندي الهاردنس، يعني عندي ماكرو هاردنس، عندي مايكرو هاردنس، وعندي نانو هاردنس. الفرق بيناتهم فقط هو بحجم الاندينتر، حجم المؤثر، حجم الأثر، وباللود المستخدم يعني بعملية فحص الصلادة. فأني مثلا الماكرو هاردنس، وهو يعني الطريقة التقليدية بفحص الهاردنس، هذا أني أستعملها من عندي بالك، يعني بالك وأريد أقيس الصلادة مالته، أروح على الماكرو هاردنس. من عندي ستراكتشر وأريد أقيس مثلا كل طور على حدة الصلادة مالته، أروح باتجاه المايكرو هاردنس، واللي يكون يعني الدقة مالته أكثر. من عندي مواد نانوية وأريد أقيس يعني النانو اندنتيشن، أقيس النانو هاردنس لكل ستراكتشر موجود، فأني أروح باتجاه النانو سكيل. أوكي، طبعا اللود مثل هنا ما أنا ذاكر يعني يختلف، يعني بالماكرو يوصل إلى كيلو أو 10 كيلوات، بالمايكرو أقل من كيلو، وبالنانو هو بالنانو نيوتن. هاي الآليات اللي شلون يشتغل ما شلون يشتغل كلها ما أريدها، اللي يهمني أني مثل ما قلت لكم فقط كل ماتيريال وأي طريقة مناسبة لها. مثلا الروكول عندك هنا يشتغل بأنواع، طبعا الروكول هو يشتغل يعني الرموز مالته روكول A B C D up to، يعني اعتقد وصلنا اخر شيء الى يمكن تي، يعني فد 20 نوع، وكل واحد يشتغل على نوع. عندك واحدة من الانواع مثلا من انواع الروكول يشتغل على المطاط، وعندك الشور ايضا يشتغل على المطاط، ماشي؟ بالنسبة للبرنولز، انا برنولز يشتغل عندي مثلا لحد صلادة 450، إذا كان من الهاردن ستيل بول، يعني إذا كان من الطوبة اللي تشتغل عندي المؤثر مالتي، إذا كان البول من الفولاذ المسلد، لكن إذا كان البول من الكاربيد التنجستين فممكن أني أقيس به لحد 650 أو حتى أكثر. بالنسبة للفيجرز، في
يشتغل عندي في وايد سبكترام، يشتغل عندي اني من اللين الى الصلد، يشتغل عندي بالفيجرز. النوب يشتغل عندي اني للمواد الهشه مثل الجلاس والسيراميك، يشتغل عندي النوب. النوب هو شبيه بالفيجرز، لكن الفرق انه يكون عرض الاثر بقد طول الاثر، يعني 6 7 مرات، 7 مرات تقريبا، يعني يكون الاثر عريض جدا. فبالتالي من نقيس بالمواد الهشه ما يصير عندي، او يصير الاثر يكون بشكل منتظم على كل المقطع. الشور بي شور اي وشور دي. شور اي يشتغل عندي للسوفت رابر، للمواد البلاستيك اللين، والشور دي يشتغل للمواد البلاستيكية الصلدة. وهي طبعا علاقة ما بين الشور اي والشور دي للاطلاع، هاي فقط، هاي كل هالاطلاع. وهاي مقارنة بين انواع الصلادة. ايضا الموه هاردنس، الموه سكيل، هي طريقة يعني خلينا نقول تستعمل بالمعامل. يعني من انت عندك معمل مثلا وما عندك يعني طرق صلادة هواية، فهذا الموه سكيل عبارة عن من 1 إلى 10، عبارة عن انواع من الماتيريال، و يعني اشخط بيها. فكل ما الواحد هو مثل الطباشير يكون لين، والعشرة هو الدايموند اللي هو أصلا يعني مادة طبيعية موجودة بالكون، وما بينها هي الكوارتز وغيرها. فبالتالي الصلادة تتصنف من 1 إلى 10، هذا وفق لي يعني وفقا للموه سكيل. هذا الباركور هاردنس ما أريد منكم، يعني ما مطلوب منك. هذا أيضا يشتغل على الرينفورست يعني بلاستيك، ما مطلوب منك. هاي البقية القياسات والتفاصيل كل هالاطلاع فقط، يعني تحب تزيد معلوماتك فقط. هذا كله يعني من الباركول وانت نازل من صفحة، خلينا نقول صفحة 11 صعودا، هذا الاطلاع. اوكي، هذا فيما يتعلق بالهاردنس. اوكي، ناو الدكتيليتي هي خاصية المعدن اللي من خلاله أقدر أني أسحبه بشكل أسلاك، أو هي يعني اللونجيشن اللي يصير قبل ما يصير الكسر. وعادة يعتمد على الجراين سايز ويقاس بالبيرسنت بالمية. الامباكت سترينث هي الطاقة الممتصة يعني قبل الكسر، أو مقاومة المادة لتحمل إحمال الصدمة، وتقاس بالجول. شباب، أكو أحد يعرف شلون نقيس الامباكت سترينث؟ دكتور جهاز زودو شاربي، عاشت إيدك. اللي هو مبدأ شنو أسماء؟ دكتور هو يعني أخذناها بمختبر المقاومة في المرحلة الثانية. عبارة عن همر، تمام، ويسقط من ارتفاع شلون البندول؟ البندول شكله بالضبط بالضبط بندور. وإذا كان بشكل عمودي حيكون آيزود، وإذا كان بشكل أفقي حيكون شاربي، ويمتص طاقة الصدمة. زين، سؤال للكل، إيش تتوقع المادة الصلدة حتكون بها طاقة الصدمة قليلة لو عالية؟ قليلة دكتور. قليلة، تمام، عاشت ايدك. لأنه ما راح تمتص الصدمة، كل ما يكون لين المادة، كل ما تكون لينة كل ما راح تمتص الصدمة، بالتالي حتصير القراءة عالية عندي. ناو الوير ريزيستنس هي مقاومة المادة للبلا، وبأنواع طبعا الوير، يعني ابريزف وادهيجن وإلى آخره. وهو يعطيك انديكيشن عن الهاردنس، يعني المواد اللي تكون الهاردنس مالتها عالي حتكون الوير ريزيستنس مالتها عالي. شلون اقيس الوير ريزيستنس؟ من يقول لي شلون؟ ها شباب، اختبار البلا وما اخذيه بالتجارب، المفروض يعني صف ثاني اعتقد ينطوكم اياه أو ثالث.
ما ماخذين اختبار البلاغ شباب؟ الوير تيست؟ لا دكتور العام، لأنه يعني أصلا ما أخذنا جزء عملي. ها تمام. اكو جهاز بمختبر المقاومة دكتور بلي عبارة عن، ترابستر نعم جهاز الترابستور الفيروس تستير. يعني هو احنا نسميه بين اون ديسك، ايه ماشي، بالضبط. بين اون ديسك اللي موجود حاليا بمختبر المقاومة، اللي هو عبارة عن العينة أخليها آني، هذا أسميها البين، والديسك اللي موجود يكون مادة أصلا من العينة، وأوزن العينة، يعني طبعا هاي العينة حتكون فوقها أحمال، وأشغلها مثلا في 10 دقائق، أوزن العينة قبل وبعد وأدخلها بمعادلة، حيطلع لي الوير ريزيستنس للعينة. طبعا كل ما يكون العينة صلدة كل ما راح يكون عندي الوير ريزيستنس أعلى، يعني الوزن المفقود حيكون قليل. عندي الكوروجن ريزيستنس، مقاومة المادة لتحمل أوساط الأكالة. يعني عادة شنو الطرق اللي أنا أقدر أقيس بيها الكوروجن ريزيستنس؟ يا طريقة مر عليكم مختبر تآكل داخلي لا قبل ولا؟ دكتور الكترو سير تمام، اللي هي احنا نسميها مال تافل اكسترابوليشن، تافل بطريقه تافل، راح اقدر اني اطلع مقاومه الكلال بالارقام بالضبط يعني. اوكي، بالنسبه للفتيك اللي هي يعني الفتيك دائما اني يعني شو كنت اتعامل ويا الفتيك من اني عندي احمال ريبيتد، احمال ريبيتد يعني تكراريه أو روتيشن دورانية، يعني أي جزء يتعرض إلى حمل تكراري ترددي أو حمل دوراني فهو يتعرض إلى فتيك، وعادة ناخذها عد يعني عدد دورات 10 أس 7 أو 2 في 10 أس 8 بالنسبة للنان متر أو سوري النان فرس. فبالتالي أني هنا هذا أيضا عندي سؤال بعدين، هذا يعني تجاوبوه كهوم وورك، يعني شنو الاختلاف ما بين الفتيج بيهافير بالنسبة للفرس والنان فرس. طبعا الفتيج هي يعني الإجهادات اللي يصير عندي أني بالمادة قبل الكسر، طبعا بنوعيتين الفتيج، بلو سايكل فتيج وبهاي سايكل فتيج. اللو سايكل فتيج اللي يكون عندي دورات أقل من 1000 دورة لكن الإجهاد يصير عندي أعلى من اليلد، في حين الهاي سايكل فتيك يكون عندي دورات أكثر من 1000 لكنه يعني الإجهاد يكون أقل من حد الخضوع. وبالتالي أني الخطر عندي أني بالهاي سايكل فتيك إنه أني المعدن مثلاً أو المادة بعدها ما مشكلة، يعني ما صار بيها تشكيل ويصير بيها كسر وتفشل، فلذلك هذا الموضوع خطر. ملاحظة مهمة، من آني عندي تصميم ستاتيكس، تصميم استاتيكي، فأني أصمم وفق اليلد، من عندي تصميم دايناميك لود فأني أصمم وفق الفتيك، ماشي. وبالنسبة للكريب هذا راح نشوفه أيضا، هذا كله بالملحق، هذا الملحق الآخر اللي هو عن الفتيك، هنا أنا مؤشر عليه بالأصفر قال لك the possibility of fatigue failure is the main reason why aircraft components have a finite life. يعني بسبب الكلال أني أجزاء الطائرات لها عمر معين. ممكن أنا أجيب لك هيجي سؤال أقول لك discuss، شو تجاوب إذا أجاك هيجي سؤال شنو السبب، يعني ليش أني بيصير لي عمر معين بأجزاء الطائرات بدون ما اقول لك فتيك، اقول لك الايركرافت كومبوننت هاز او هاف ا فاينت لايف، ديسكاس مثلا ستيتمنت عن مثلا تجي هيك اسئلتي، فايش تجاوب بهيج حاله؟ الضغط ينخفض، نعم الضغط ينخفض. ضغط بعد، يعني شنو السبب ليش لها عمر معين، يعني مثلا عندي جناح الطائره لها عمر، من اجتاز العمر مالته بعد
الطائرة تطلع درجة من الخدمة. الحرارة تأثر عليها مثل الرطوبة هيجي. نعم ممكن، لكن مو هذا دكتور الشيء. دائما يتعرض للقوة مال الرياح اللي تصطدم بيه. تمام، بالتالي شو يصير يعني؟ دكتور ده يتعرض ممكن للأحمال تكون بيه والتفاعل. شقوق وصلتي هذه تقريبا. اي حمدي تآكل بعد بسبب الفتيك اللي يصير بيه. حيصير فتيك. ممكن يصير بلع خفيف. فتيك حيصير بالضبط، هو بسبب الحركة، حركة انتو اذا احد بكم مسافر صاعد طائرة، شايفين من يصير مطبات هوائية، شايفين الجناح شلون يتحرك. هذا طبعا لو ماكو هاي المرونة بالجناح كان الجناح انكسر، لكن هاي المرونة اللي موجودة هاي كلها بيها حسابات تصميمية، فطبعا هذا الحركة هي راح تؤدي إلى فتيك هاي الحركة، وهاي محسوبة طبعا يعني بشكل تقريبا بحدود 20 سنة الطائرة توصل عمرها النهائي. وهاي طبعا يعني اكو شيء اسمه مقبرة الطائرات، مثلا جزء من عندها موجودة مثلا بأمريكا بولاية تكساس، إذا شايفين عليها تقارير طائرات كاملة يعني كلها بالصحراء مذبوبة طالعة من الخدمة، ما بها أي مشكلة، فقط أنه عمرها التصميم انتهى. يعني الطير مثلا خلينا نقول الطائرات اللي كانت مصنعة بسنة 2000 هسه حاليا طلعت من الخدمة، فبالتالي يعني أما تباع للدول التعبانة، وأما يعني تتفسخ ويتم الاستفادة من الأجزاء اللي موجودة بها حتى وإن ما صار بها فشل. نعم. هنا أنا بالنسبة للفتيق أنا وين أتعامل به؟ أتعامل به بالمواد المعدنية، بالمواد البوليمرية، لكن بالسيراميك ما أتعامل به. ليش؟ لأنه السيراميك مادة هشة، اللو يعني الفراكتشر تفنس مالتها ضعيف، بالتالي أنا اي نوع من الفتيك على يعني السيراميك راح يؤدي الى فشله، فما يشتغل عندي السيراميك. لكن ايضا الفتيك يشتغل عندي مع الكومبوزات ماتيريال، يعني يشتغل مع الكومبوزات، مع المتر، مع البوليمر، لكن مع السيراميك يعني ما نخلي له اعتبار. طبعا هاي بالصوره، هذا الخطوط الموجوده هاي احنا نسميها ستريشن، هاي كل وحدة تمثل سايكل وحدة، يعني كل سايكل يصير عندي ستريشن بمرحلة تقدم الشق. هذا مقطع الكسر الكلالي، يعني يكون عبارة عن منطقة هنا بداية، وعندي هاي المناطق المحزنة اللي هي احنا اسميها البيتش مارك او علامات الشاطئ، شلون مثل الساحل، علامات اللي على الساحل اللي هي تمثل تقدم الشق او توسع الشق، وهاي منطقة الكاتاستروفيك رابتشر ومنطقة الكسر النهائي. طبعا انت من خلال انت يعني كمهندس من خلال مقطع الكسر انت المفروض تميز الكسر اللي يحصل عندك مثلا بالكلال عن اللي يحصل عندك مثلا كدكتايل فراكتشر او البرتل فراكتشر، كل واحد بيه فيتشرز مختلف عن الثاني. بالنسبة للكريب هو تايم ديبندنت بيرمانت ديفورميشن او يعني تشوه يصير عندي بالمعدن نتيجة وجود الحرارة واللود. طبعا الكريب ممكن يصير حتى وان ما صار عندي فشل، لكن يصير عندي مثلا تغير بالابعاد، فهذا بالتالي من ناحية التصميم يعتبر فشل حتى وان ما انكسر. طبعا يعني الكريب يعني مثل هذا المخطط يبدي يعني سترين، يصير عندي تشوه بسيط، ومن ثم عندي المرحلة الثانية اللي هي أهم ما موجود اللي هي المينيمم كريب رايت أو منطقة يعني العلاقة الخطية، ومن ثم يصير عندي الكسر النهائي بالمرحلة الثالثة. مثال عن الكريب، ممكن أحد يعطيني مثال عن الكريب من الحياة اليومية مار عليكم؟ كان شوية دكتور صعبة. الكريب مو يصير دائما بالكونكريت؟ بالكونكريت ممكن، نعم يصير، تمام نعم أي زين.
لابد رايحين انتم مثلا، اي واحد بيكم مثلا بيت قديم، بيت بيبيته مثلا او شيء، وشايفين الجلوبات الصفر القديمه، الجلوبات التنجستن بالب، الجلوب الاصفر اللي بداخله سلك، شايفيه قديم الثمانينات ولحد التسعينات ايه كان نعم يشتغل. شايفين. تمام، هذا مبدا شنو، هذا عباره عن سلك من التنجستن، مرور التيار الكهربائي بيه، وهو بيه مقاومه حراريه، مقاومه للحراره، هذا يتوهج، هذا راح يصير بيه كريب. مرور الزمن شو يصير بيه هذا السلك؟ السلك هذا راح يتمدد ومن ثم ينقطع، فهذا الفشل مالته حيكون بطريقه الكريب. نعم، اكو شيء، اكو فرق بين الكريب وبين الستريس رابتشر. الستريس رابتشر هو اختبار، يعني سأني اليوم مثلا ممكن الكريب يطول عندي فد 10 سنين، يلا يصير مثلا سنة أو سنتين أو جوز 10 سنين، زين هل مثلا منطقيا أنا اليوم مثلا فرضا طالب ماجستير أو طالب دكتوراه، يعني أقعد مثلا اختبار أنتظره سنتين أو 3 سنين أو 10 سنين؟ مو منطقية. فلذلك سووا فد شيء يسموه ستريس رابتشر، اختبار ستريس رابتشر، وهو يعني بين قوسين هو عبارة عن احنا نسميه كريب معجل، يعني اكسلريتد كريب. فرقه شنو؟ فرقه انه الاجهاد يكون اعلى من الاجهاد المستخدم بالكريب، وايضا الستريس رابتشر يشترط انه يصير فشل، يعني يشترط انه الجزء ينكسر الى قسمين، في حين بالكريب الاعتيادي الجزء ممكن فقط يصير بيه تشوه، مو بالضروره يفشل. اوكي، بالنسبة للخواص الفيزيائية معروفة مثل الدينسيتي، واللي هي تنطيك انديكيشن عن الويت، عن الوزن، وهذا الموضوع مهم جدا بالايركرافت كومبوننت، بأجزاء الطائرات مهم جدا، عادة يعني وحدات بالغرام على سنتيمتر المكعب. طبعا هالوحدات يعني بنظام الايزو ممكن تتغير وفق المعطيات. الميلتيك بوينت ايضا بالدرجه السيليزيه تقاس، اللي هي الدرجه اللي يصير بها يعني انصهار الماده. خواص الحراريه مثل عندك الحراره النوعيه، اللي هي مثلا كميه الحراره اللازمه لرفع درجه حراره يعني غرام واحد من الماده درجه سيليزيه واحده، وحداتها بالكالوريز بير غرام على درجه سيليزيه. الثيرمال كوندكتيفيتي توصيل الحراريه، وحداتها بالواط على المتر كلفن. ومن أمثلتها عندك يعني مواد موصلة مثل الكبر، ومواد ضعيفة التوصيل مثل يعني المواد السيراميكية. وأنا هذا التيبل يوضح لك مثلا بالنسبة للميتالز، نشوف الثيرمال كوندكتيفيتي مثلا من الكبر عالي مقارنة مع السيراميك مثل كاربيد التنجستن أو الجلاس، فنشوف يعني هاي القيمة واطئة جدا مقارنة مع المعادن. فعندك مواد موصلة للحرارة، مواد عازلة للحرارة. الثيرمال اكسبانشن او التمدد الحراري، التمدد طبعا يصير انت عندك ممكن يكون بشكل لينير، بشكل خطي يعني وان دايمنشن، ممكن يكون بشكل سيركمفيشال او محيطي تو دايمنشن، او يكون بشكل كيوبيكال 3 دايمنشن. عندك خاصية مهمة اللي هي كوفيشنت اوف لينير اكسبانشن، واللي هي عادة يعني واحدة من أهم الخواص اللي موجودة عندي بالحراري. بالنسبة للخواص الكهربائية أيضا عندك مجموعة من الخواص مثل الريزيستنس، عندك التوصيلية الكهربائية، عندك المواد إما تكون كوندكتورز موصلة للكهرباء أو سيمي كوندكتورز شبيه أو أشباه موصلات أو عوازل. مثلا المعادن عندك موصلات جيدة للكهرباء، واللي تكون يعني قيمة التوصيلية مالتها يعني أعلى من 10 أوم لكل متر، في حين العوازل مثل المواد البوليمرية السيراميكية الرينج مالتها من 10^10 إلى 10^20 أوم على المتر، في حين أشباه الموصلات الرينج مالتها من 10^6 أب تو 10^4 أوم لكل متر. اوكي، ايضا بالنسبه للخواص المغناطيسيه عندي تقسم الى دايا ماجنتيك، بارا ماجنتيك، وفيرو انفيري ماجنتيك.
بالنسبة للبايومغنتيك اللي تكون بها السماحية المغناطيسية أقل بقليل من الواحد، اللي هي تكون البايومغنتيك أقصد به ضعيفة المغناطيسية، تكون بسماحية أقل من الواحد بشوية مثل الكبر. البارامغنتيك، سوري، الدايماغنتيك هو عديم المغناطيسية، البارامغنتيك هو ضعيف المغناطيسية، which have يعني سماحية تكون بأعلى من الواحد بشوية مثل الألمنيوم. وعندي الفيرو أند فيري ماغنتيك اللي هي تكون المغناطيسية عالية. اللي عندك ما تكون البيرميبلتي أو السماحية النسبية أعلى من الواحد بهواية. إذا كان معادن فأساسا حديد أو كبر أو سوري حديد أو كوبالت أو نيكل يكون فيرو ماغنتيك، وإذا كان أساسه سيراميك هيكون فيري ماغنتيك مثل الفيرايت. طبعا هاي الفيرايت يختلف عن الفيرايت الطور بالستيل، يعني أرجو التمييز بين الاثنين، هذا فيرايت ذاك فيرايت. أوكي، فبالتالي أنا المواد المغناطيسية عندي إما تكون دايما ماغنتيك اللي هي عازلة، أو بارامغنتيك ضعيفة، أو فيرو أند فيري اللي هي مغناطيسيتها عالية واللي تستخدم بالمغانطة الدائمة. هنا نجي نشوف تقريبا السماحية النسبية هي بحدود الواحد بالنسبة للهواء، واللي هي يعني إذا أقل من عنده بشوية مثل النحاس هذا حيكون يعني عديم المغناطيسية، أعلى منه بشوية مثل التيتانيوم مثلا هذا أسميه ضعيف المغناطيسية يعني هو بارا. ونشوف مثل الأيرون الحديد اللي هو فيرو ماغنتيك نشوف الرقم جدا عالي فنسميه فيري أو سوري فيرو ماغنتيك. أوكي، بالنسبة للخواص الكيميائية عندي أنا مثلا العدد الذري، التكافؤ، الكيميكال كومبوزيشن. الكيميكال كومبوزيشن أو التركيب الكيميائي، شلون أقيس أو شلون أحدد التركيب الكيميائي؟ سؤال مطروح لكم. دكتور، مو اكو جهاز مو اكس ار هاي شيء اي يعني اي وصلت، شو اسمه؟ اكس ار اكس ار، هو اكس ار صح، بعد وياها شنو؟ اف، تمام؟ اف نعم الاكس ار اف اللي هو الاكس راي فلورسنس، اللي هو يعني يحدد او يقيس لنا التحليل الكيميائي بشكل دقيق، ينطيني عناصر المكونة للسبيكة بالتفصيل. طبعا من عندها اكو يعني بينج تايب تكون كبيرة، والنوعية الثانية مثلا تكون بشكل بورتابل. النوعيتين موجودة عندنا بالقسم لكن البورتابل معطل، لي الثاني صلحناه يعني العام فشغال يعني موجود عندنا يشتغل عندي يعني لمعظم العناصر. ماشي، هذا بالنسبة للاكس ار اف. شنو فرق الاكس ار اف عن الاكس ار دي؟ المفروض ما اخذيها انتو بالفحوصات. احنا اكس ار دي ماخذيها بس اكس ار اف ما ماخذيها. ايه الاكس ار دي شو يشتغل عندي؟ حيود الأشعة السينية يعني اخذناها بالفحص اي يعني ايش اطلع من عنده؟ ديفراكشن. ديفراكشن يعني هو ايش؟ انا يعني وين احتاجه؟ شو وقت احتاجه؟ التحليل اخذناه ده اتذكر اي والله. يعني اي يعني من اني احتاج اطوار اروح على الاكس ار دي. ماشي، اطوار اكس راي ديفراكشن اروح اطوار، اكس راي فلورسنس لا هذا تحليل عناصر، ذاك اطوار هذا عناصر. اوكي، بالنسبة للخواص الأوبتيكال، الخواص البصرية، من ضمنها الـ Refractive Index، الانعكاسية، معامل الامتصاص، هاي كلها النفاذية، هذه الأمور اللي تتعلق بنقل مثلا الألياف البصرية اللي تستعمل بالاتصالات، هاي كلها الأوبتيكال Properties. كل هاي الخواص اللي حكيناها أني أقدر أسويها بشكل أرقام واخليها بالاش بي شارت بشكل شارتات،
واختار من عندها وفق الديزاين اللي عندي، وفق الريكويرمنت اللي عندي. اوكي، اعتقد المحاضره هي برنسبلز، يعني جزء من عدد كبير مار عليكم، فقط هي خلينا نقول ده نسوي يعني انعاش للذاكره مالتكم. اذا اكو اي سؤال شباب، اكو اي شيء واضح بالنسبه لكم؟ دكتور بس ذن الملحقات الاثنين، ذن بس اللي تم اشرب الاصفر مطلوب في المادة. اللي مأشرب الأصفر واللي أنا حكيت هسه أنا عليه، ركزت به هسه أنا من اي اوكي دكتور بدي تمام. أحكي وياك. أوكي، أكو شيء بعد شباب؟ دكتور بالنسبة للواجب، الواجب أنا باكر راح أنزل يعني هوم وورك الواجب الفات طلعت الفات. جواب يعني بس ما متأكدة منه، يعني ليش أختار الجزء يعني ما أختار المنتج بأكمله، لأن مهندس المواد يعني هدفه يحسن المنتج المكون وليس تغييره، يعني هو تحسين هدفه، لذلك يعمل على تحسين بعض الأجزاء للمنتج من خلال استخدام مواد أكثر ملائمة وذات خصائص أفضل. نو ماذا؟ لا دكتور ممكن توضح لنا الهوم ورك يعني السابق؟ احنا اخذنا اوكي الدرجات مالته وهاي، اي بس انا نعرف الطريقة اللي ممكن نفكر بيها من نجاوب الأسئلة. تمام. هسه انت اليوم من انت تصمم كمنتج، منتج متكون من اجزاء هوايه، منتج على سبيل المثال انت عندك خلينا نقول يده مال الباب، شايفين اليد مال الباب الخشب الداخليه مثلا مال البيت، هاي متكونه من كم جزء؟ اذا اجي ثانيه افصخها كم جزء تقريبا متكونه؟ انا اقول لك ما لا يقل عن 20 جزء. كل جزء بهاي الاجزاء بي ريكوايرمنت، يعني الريكوايرمنت اللي موجوده بالهاندل نفسها باليد مو نفس الريكوايرمنت اللي موجوده بالاجزاء الداخليه للقفل نفسه. واحد مثلا احتاج بيه سبرنجيه، واحد مثلا احتاج بيه صلاده، واحد احتاج بيه مرونه يعني عن طريق الوظيفة. الوظيفه فانكشن. فبالتالي انت كل جزء بي فانكشن، لذلك اني ما اقدر اني اختار الكومبوننت كله او البرودكت كله، لانه كل جزء بي فانكشن بي وظيفه. مثال اخر مثلا انطيك الطائره بشكل عام، الطائره هي كل جزء يتعرض يعني الى وظيفه معينه ويتعرض الى تايب معين من اللودينج يختلف عن الثاني. مثلا الجناح يتعرض الى اهتزازات اعلى من الفريم البقيه، مقدمه الطائره تتعرض الى مثلا حراره اعلى نتيجه الاحتكاك وهكذا. بالتالي الريكوايرمنت لكل جزء مختلف، الفانكشن مختلف. فبالتالي انا من اصمم لازم اصمم لكل بارت لكل جزء وليس لكومبوننت او برودكت. واضح شباب؟ واضح، شكرا دكتور. دكتور بس طلاب سألوني نعم. انه اللي يجاوب بالعربي هم تنقصه بالامتحان بالهومورك بالامتحان، يعني مو عربي كله وانما يعني فقرات. يعني أنا الأساس عندي جواب بالإنجليزي، اللي توقف عندك كمصطلح اكتبها بالعربي، إذا ما قدرت تعبر عنها بالإنجليزي ماكو مشكلة، لكن ليكون كتابتك عربي. أنت هذا تعلوم إلك بابا، يعني باكر عقبه أنت يعني تتخرج كمهندس حصلت لك فد جوب في مكان خاص أو شركة خاصة مطلوب منك مراسلات، لازم تقوي عندك اللغة الإنجليزية. يعني هذا بالمصلحة الأولى والأخيرة هو إلك. أنقص ما أنقص يعني لا، بس يعني حتكون درجة الإنجليزي وخصوصا إذا كان يعني مالتك اللغة مضبوطة حتكون أو أكيد أفضل من غيرك. تمام. تمام دكتور. هسه اللي أريده بس افتحوا المايكات على مود تسجل عندي، يعني الريكورد يصير عندي بشكل صحيح، لأن حاليا الريكورد فقط 38 والحضور 60.